على انقاضي. والسبب الرئيسي فيها كان وقت الفراغ، كان الفراغ فراغ طويل. فكرت ان انا استغله بطريقه مجديه او مفيده. فانا متعود دائما ان اكتب لوحات دائما على الورق. خطاط اصلا. تخصص خطاط. فكرت في استخامه غريبه شوي. لغايه ما توصلت لحكايه البيض دي، ونتيجه صعوبتها طبعا عشان ما فيهاش اي مكان مستوي للكتابه. ما فيش اي قطعه فيها مسطحه. تمام. بس فحاولت يعني اعمل الافكار اللي عندي انفذها على الخامه دي. هي خامه حساسه طبعا. البيض. التعامل معها لازم يكون بحذر شديد جدا. تمام. لأن ممكن بعد ما تخلص العمل كله يتكسر عادي. انت يعني الاول بتفرغ البيضه؟ تفريغ البيضه الاول. تفريغها من الزلال اللي موجود فيها. من المواد اللي موجوده فيها، الزلال والمح طبعا. تمام. فبتعمل ثقب. ثقب. في راس في المكان المدبب. وبيتسحب بالابره المعجن يعني المواد اللي موجوده بالداخل. تمام. الحاجه دي بتاخد مده طويله خالص. سحب البيض. فانا فكرت في طريقه اسهل. اضخ الهواء والهواء هو نفسه يتكفل باخراج الميه من الداخل. الحاجه الموجوده. طبعا. تمام. طبعا دخل الهواء ما بيكونش مره واحده ولا هتنفجر البيضه. لابد على دفعات متقطعه وقصيره. تمام. وانتظار السائل لما ينزل منه. تمام. بعد كده بتتغسل طبعا بنفس الاسلوب بالميه، بتضخ فيها الميه من الداخل هي والصابون عشان الريحه. ولا بد من استخدام مواد مطهره طبعا. تمام. ده في الحاله اللي زي دي. ان انا هكتب عليها على طول او هنحك عليها على طول وهي جسمانيه. ايات قرانيه، حديث، اي حاجه. زخرفه اسلامي. لكن لما بيكون الفن ده اسمه فن التطريز على البيض. وليس فن النحت. ده فن النحت. منحوت البيضه هي مغلقه هي. تمام. في الحاله دي ما بخرمش البيضه نهائي خالص. بعمل ثقب كبير في الخلف. طبعا كده الموضوع اخراج ما بالداخل هيكون سهل جدا. سهل جدا. تمام. مجرد ضخ اي شويه هواء هينزل كله بره. التضريس ده عدد الثقوب دي محسوب. اولا العدد لازم يقبل القسم على 4 بدون باقي. يعني 4 16 32 وهكذا. تمام. دي فيها تقريبا 32 ثقب، وممكن 64 في الاعمال الكبيره اللي زي كده ممكن 64 ثقب عشان المساحه طبعا ضخمه. ويبتدي تطريز ده خيوط ذهبيه دي. خيط ذهبي، انا بفضل اللون الذهبي طبعا. تمام. لكن هو ممكن استخدام اي حاجه تعمل بيها. تمام. بابره معينه بتتعمل على اليد طبعا، الابره العاديه لا تصلح. بتتعمل بسلكه زي الابره كده بالظبط عشان تكون مقوسه وتوصل للثقوب دي من الداخل. تمام. مفيش حل غير ان انا اوصل لها من الداخل من هنا. ملهاش حل انها تتعمل من بره من جسم البيض. بس. عملية التسقيب يعني العملية مش صعبة قوي كده ان انت تثبت الحاجات دي؟ الأدوات والخامات اللي انا بشتغل بيها طبعا. زي هي تشبه ادوات دكتور الاسنان بالضبط. اللي هي التولز، ادوات الحفر، وسنيور صغير او دريل، يقولوا له دريل صغير خالص زي القلم كده. فطبعا بتتعلم اماكن الثقوب دي قبل الشغل. وبالراحه طبعا بيتعمل ثقب على نفس المكان المحدد بحيث يسمح بدخول الابره وخروجها مرتين على الاقل. يعني ما يكونش صغير خالص وما يكونش واسع خالص، يكون متوسط بحيث هي قد الخرزه على قد الابره بحيث تدخل وتطلع بدون ما تكسر البيضه. طب هل انت في محاولاتك وشغلك في حاجات اتكسرت منك؟ كتير كتير. كنت تقول اطباق من البيض. اطباق. عدد رهيب يعني. انت مخسر البيض في حوار ال مخسر البيض في حكايه الفهم.
بس بتنجح في اخر طيب انت يعني الموهبه دي اكتسبتها ازاي يعني؟ اولا انا موهوب خطيا يعني او في الاعمال الفنيه عموما. بس الفن ده مش موجود في مصر يعني كتير يعني. انا يعني انا كل اللي شفتهم واحد